ما حكم التهاون في أداء الصلاة؟ إن كان يصلي ولكنه يتهاون في مع الجماعة، يتهاون في الصلاة مع الجماعة، هذا حرام وذنب، لكنه لا يكفر بذلك، ولكن عليه وعيد، عليه وعيد، ولكنه لا يكفر بذلك. وهذا من الذين قال الله جل وعلا فيهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهو عنها فلا يصليها مع الجماعة أو يؤخرها عن وقتها من غير عذر. هذا متوعد بالويل، هو يصلي ما ترك الصلاة. نعم.